فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز أن أتزوج من فتاة لا تريدها والدتي، وهل يعتبر ذلك من العقوق؟ نعم، هذا يعني يحدث مع والدتك سوء تفاهم، ربما يغضبها عليك، فالأحسن أنك تقنعها، الأحسن أنك تقنع والدك في هذا الشيء. وما أظن والدك إذا كانت هذه الفتاة أنها صالحة لك أن تمانع في هذا، لأنك تريد مصلحتك. أما إذا كانت ما تصلح لك، ووالدك تطلع على شيء من أخلاقها لا يصلح لك، فهي أدرى منك بهذه الأمور وأنصح لك. فالحاصل أنك تتفاهم مع والدتك مهما أمكن وتقنعها. نعم.